توافد المصريون على مركزي الاقتراع بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بالعقبة في اليوم الثاني على التوالي للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024. وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن على وجود عدد مقعدين متحركين للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهم من أجل توصيلهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. كما قدمت السفارة المصرية بالأردن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا، وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية.